المغرب الحمد لله في دستور يضمن جميع الحريات، ولكن هناك قانون جنائي داكور، وكيف ما كاين لاداج ديما لا ليبرتي دو شاكان ساغيت لا وكومونسي ليزوطخ، لا ملي كترجع فيها مثلا كيرجع فيها الامن ديال الاستقرار ديال الجميع راه كاين القانون كيطبق. اما قضيه باش اننا نمنعوا النقاب ولا نمنعوا هذا، اظن على ان ما يعني انا كنقول هذه حريه شخصيه. حنا لا نعاقب الناس على مظاهرهم، نحن نعاقب على مشاريعهم التخريبيه. تندخلوا ملي كيكونوا كيحملوا مشاريع تخريبيه، ما انا ما غاديش نقول راح يدير النقاب رانا جبتها. اونت بارونتيز داعش منعت النقاب في موسم في العراق، وإلا داعش منعت النقاب علاش حنا لا؟ هذا ماشي ليا انا اللي غادي نجاوب عليه.